فكرك ما بحب اشتري تياب لابني، فكرك ما بحب روح انا نقي له تيابه وحس فيه اكتر بس شو بدي اعمل؟ ما عندي غير حل. أمل، ما تخافي، ما رح غير رأيي، وحتى لو بدي غيره ما فيه. بالعكس أنا مبسوطة لأنه ابني رح يعيش مثل العالم والناس. طب أنا عندي فكرة، شو رأيك انزل أنا وياكي هلأ وروح نشتري تياب للبيبي؟ لا 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 لا، ما بدي. ليش أمل؟ ما هلأ بعدك عم تقولي بتحبي تشتري له تياب، خلينا ننزل ننقي، هيك أنت بتنقي اللي بدك إياه وأنا بدفع. بس أنا مش من حقي، هيدا رح يصير ابنك. طب وين المشكل؟ أنا عبالي آخذ رأيك، وهيك كمان هو بيكون معنا، بركي استحلى شي. أقولك يلا أنت مأكد من اللي عم تقوله بشير؟ طيب أنا رح أتصرف. شو هالمجنونة؟ بابا ياسمينة ما خرجت تربي ولاد. أنتو خلفوا وما عليكم، أمك بتربي عاصي، لازم تجيب ولد، ما بقى غيرك تجيب ولي العهد. شو انت عم تستلمني يا ايميليو؟ ليه وطي صوتك؟ شو بك عم تقلتي هيك؟ انت ايمتى رح توقف كذب؟ ايمتى؟ ليه بشو كذبت عليكي؟ ما تعمل حالك مش عارف عن شو عم بحكي. تلفنت لعاصي وسألته عن طلاقه من ياسمينة، طلعت خبرية كلها كذب. ليه اصلا كيف بتلفيه بدون ما تقولي لي؟ مش معقول انت، مش معقول. كيف خبرتيه انك عرفتي؟ طمن، ما جبت سيرتك. قلت له اني بعرف المحامي اللي عم تروح لعنده ياسمينة، هو اللي خبرني. وان شاء الله قلتي له شو اسم المحامي؟ اكيد قلت له. كيف بدي اخذ منه حكي اذا ما خبرته كل شيء؟ ولي بلا مخ انت، بلا مخ. بتعرفي هلا عصي شو رح يعمل ببشير؟ ما بيعمل فيه شيء. طمن، طلعت الخبريه كلها كذب بكذب. عاصم مفكر اني عم ألف حكي عن مرته من راسي. اول ما قلت له شو اسم المحامي دغري عرف انه شريكك، صار مقتنع اكثر انه القصه كلها من تأليفي. الو، ايه بشير حبيبي، كيفك؟ اجت شي معك مع ياسمين الابيض؟ اوكي ماشي. بسطتي هلا؟ اكيد عاصي حكي مع مرته تيلغوا الموعد. ما بحياتنا رح نعرف شو كان بدها منه. شفت انك كذاب؟ انت قلت لي انه ما بدها شيء غير الطلاق. وليك كنت عم بحلل، عم بحلل انا وياكي. اصلا ما بيهمني هي شو بدها. كل شيء بيهمني انه عن جد يطلقوا. شو رأيك بهيدا؟ يا كتير مهضومة حلو. يا محتالة ذوقك حلو ما بوشي. ما بني شي. ياسمينة؟ انت شو عم تعملي هون؟ انت شو عم تعملي هون؟ هيدا المحل رفيقتي وعم ساعدها شوي. اه؟ اوكي. حلوة هاي أو بلاها؟ ايه حلوة أمل، حلوة. طيب نقيتي لون لأوضة الصبي؟ هيك منقيله بيجامات على لون الأوضة نقي اللي بدك اياه أمل، اللي بيعجبك خديه، مش مهم الألوان. هيدي كمان مرة عم ساعدها من الجمعية. كنت مفكرة الجمعية بس لمساعدة الأطفال. ما هي كمان حبلة ورح يجيها ولد، وحبت تاخد رأيي بكم قطعة. طيب ياسمينة، انت كملي برمتك وبشوفك عشية. اوكي. أمل، خلينا نمشي من هون. ليش؟ خلينا نمشي من هون. خلص، بنروح على محل تاني، في محلات عندها أشياء أجمل.
شو بكي أمل يلا؟ لهالدرجة مستحية فيي؟ انت ليه عم تقولي هيك؟ سمعتك شو عم تحكي انت ورفيقتك. أمل هيدي مش رفيقتي، هيدي سلفتي. ايه ويعني؟ أنا بصراحة بعد ما خبرت جوزي عن الموضوع. نعم؟ شو قلتي؟ أنت جنيتي؟ أي متى مفكرة تخبريه؟ شو بده يعمل بس يشوفك حاملة ولد على إيدك؟ أمل جوزي عائلته كتير صعبين، بخبره بالوقت المناسب. وأي متى الوقت المناسب؟ بس تاخدي الصبي يعني؟ وبركي ما قبل، بركي كبوا على الطريق. كيف يعني بده يكبوا على الطريق؟ أكيد ما رح يكبوا على الطريق، بس ما عندي طريقة إلا هيدا الحال، وإلا إذا خبرته هلا أكيد ما رح يقبل. هيك بتفاجئيه يعني بولد؟ أمل ما عندي حل تاني، أنت ما بتعرفي لجوزي، عقليته كتير صعبين، بترجاكي تفهميني. شو بدي أفهم؟ بالقليلة إذا ابني بعيش معي، بعرف إنه يا حوي معي، مش بعت الهم إنه جوزك يكبوا على الطريق. شو قصتك أمل؟ قلت لك ما رح يكبوا على الطريق، أنت ما تعطي الهم بالمرة. لازم تخبريه ياسمينة، لازم. خلينا نمشي أمل. شو واقفة عم تعملي هون؟ التقيت من شوي بياسمينة هون، مرت خيو لإيوان. إيه وينا؟ ليه ما عزمتيها على القهوة؟ أي قهوة يا ساندرا؟ ما تشوفيها كيف تلبكت بس شفتني. ليه تتلبك؟ ما يكون محل بالي وما معي خبر. لا مش هيك، بس كان معها مرة والمرة حبلي وعم بينقوا تياب للبيبي. إيه شو بيلبك بالموضوع؟ ما هيك، ما في شي بيلبك، كرمال هيك استغربت إنه ليه تلبكت هيك وفلت بسرعة. سلفتك حبلي؟ لا مش عاحد علمي. ايه هيها بتكون حبلي وما بدها اياكي تعرفي، مشان هيك انبلعت بس شفتك. المهم اشترت شي؟ ما بعرف، ما عاد تعرفت لانه ما بقيت معها. ايميليو انت كيف بتخبر سيرين؟ يعني هيك صارت ما بقى فيي احكي شي قدامك لدغري بدك تقلها؟ ما انا حسيتها بلشت تزهق بالموضوع، فقلت بحمسها شوي. كنت سببت لي بمشكلة كتير كبيرة يا ايميليو. مشكلة شو؟ شو مشكلة شو؟ في مهنيتي بالخبرية، طيرت لي زبونة مهمة. مبسوط هلا؟ بسيطة، حقك علي، بس هي كمان هبلة، رحت خبرته الخبرية على ذوقها وملحتها وبهرتها كمان. خير. أنا ما قلت لك امبارح ما بدك تتأخري لترجعي؟ بلا، بس برمت بالسوق ما حسيت بالوقت، ما تزعل مني. وين كنتي كل النهار؟ شو عم تعملي؟ إنه قلت لك كنت عم بمرق بالسوق شوي، وكمان مرقت على الناس بالجمعية. مرق الوقت دغري ما حسيت، بس بوعدك ما بقى أتأخر. وليش مبسوطة هالقد؟ إيه معك حق، مبسوطة. أنا ما سألتك إذا مبسوطة، سألتك ليش؟ لأنه عاصي كل إنسان بس يساعد غيره بينبسط. جربها وشوف. والله أنا شايف أنه ما حدا غيرك بده مساعدة. بالعكس، هي أكتر مرة بحس حالي فيها طايرة وعم بحلم. ياسمينة، انه انت بتعتبري حالك مره طبيعيه؟ عاصي انت ليه ما بتحب تشوفني مبسوطه؟ بتعرفي شو؟ معك حق. رح اتركك مبسوطه اليوم وبكره بنحكي. لا عاصي، اذا عندك شي قوله، عم بسمع. لا خليكي مبسوطه اليوم. على كل حال ما اجي لدي نتشارع ويطلع صوتنا لبرا. غيري ثيابك ونسالي بسرعه. ناطرين على العشاء. وقالت لي انه معك صبي؟ ايه
اي خي، انا كثير بحب الصبيان. شوفي شو حلو. قد ايه حلو؟ مش مهضوم؟ يمكن هيدي المفاجأة بتتسمى لإلي. بالعكس، أنا مبسوطة لأنه ابني رح يعيش مثل العالم والناس. بشير، بعت لها عنوان المرة اللي قلت لها عنها. هلا ناطره. بونجور حياتي، صح النوم؟ وهي بكير مبين. ايه اكيد، مش انت قلت لي ما اتكسر على الشغل؟ شو قبض الشغل جد؟ ايه طبعا حياتي، والا كيف ما نعيش اذا ما اشتغلت؟ تعي شو شو كأنه شو؟ كأنه في شيء على عينك؟ انا عيني؟ ايه ايوه، معقول انت؟ حبيبي شو رأيك اليوم هيك أنا وياك ما نروح أشغلنا؟ رح نقضي شي نهار سوا. بدك يعني فرص من تاني يوم يعني؟ ليش شو ما عندكم فرص بالشغل؟ عم بمزح حبيبي مبلا. أنا في فرص ساعتها اللي بدي، بس بصراحة اليوم ساندرا طلبت مني أفتح المحل بكير لأنها تنزل على الباك شوي. طيب، يعني أي ساعة بدك تروحي؟ إنه بدي أخلص وأنزل. يعني أنا هلا عم بأخرك؟ إنه إيه؟ مظبوط، يعني أنا عم بأخرك مظبوط ما هيك؟ عن جد؟ بدك عن جد عن جد عم بأخرك؟ عن جد عن جد. أنا كتير مشتاقة لك. وأكيد أنا ما رح أقرب عليك. على أساس إذا حالتي كانت أحسن بتقرب عاصي. أوكي. وقت قلي هلا ريحتي ويسكي، اليوم مشروط ولا نقطة؟ لا ما رح عليك شيء. عاصي بحبك. بتتذكري كيف كنتوا أول ما تجوزتوا؟ بتذكر، لأنه عاصي بوقتها كان حاسس حاله عامل إنجاز إنه تجوزني. وهيدا تماماً يلي لازم ترجعي تحسسي فيه. واو، إنه ما بعرف شو خطر عبالي، بس قلت هيك بغير شوي. بس هيك غيرت كتير. هيدا أنا عن جد كتير تأخرت، لو ما عندي الشغل كان غير حديث. شفتي ليه ما كان بدي إياك تشتغلي؟ رح تنشغلي عن الهيئة. يا حياتي ما خص هيدا بهيدا، بس انه قلت لك انه في ظرف خاص وحرام صادرة وعدتها. طيب اوكي خلص، انا اصلا كمان لازم احضر حالي لانزل على الشغل. طيب حبيبي، بدك شي بني قبل ما امشي؟ ليه ما بدك تروقي معنا؟ حياتي شو قصتك؟ ما قلت لك تاخرت. بس حبيبي انا بحب انه نتروق سوا مثل العادي. ايه وانا بحب كمان نتعشى سوا، بس انت ما جيت امبارح على العشاء. معك حق. يلا باي حياتي، بونجورني. يلا حبيبي، باي باي باي. بونجور روبي. بونجور ياسمينة. كنت جاي ادق عليك، سمعت صوت ايمان جوا. اليوم كمان رح تنزلي معي على بيروت؟ اذا ما عندك مشكلة، اذا في اي مشكلة بخلص بطلب تاكسي. لا لا ابدا ما في ولا مشكلة، بس انا ما رح اتروق هون لانه فيها ابدا اتاخر. هي اوكي، وانا كمان ما بدي اتروق. خليني اجيب جزداني وبلحقك. اوكي رح انطرك بالسيارة. اوكي لحقتي.
سريعة ما هيك؟ كتير سريعة. قلت لك ما حأخرك. يلا مشي. شو؟ اليوم كمان نازلة على ذات المنطقة؟ لا، اليوم بدي انزل على الأشرفية. ليه؟ كمان في ولاد فقرة بالأشرفية؟ لا، بس عندي اجتماع مع مدام حابة تساهم بالجمعية. حلو، بركي أنا كمان بساهم. إيه؟ ليش لا؟ شو رأيك نسمع مزيك؟ نسمع. بونجور، يسعد هالصباح. بونجور حبيبي. شو عاصي وينو؟ عم خبر على امك، اضطر ينزل بكير على الشركة اليوم. يلا، وهي قاعدة هون. وين روبي؟ لكم بالعادة تنزلوا سوا. رفيقتها مجهولة، طلبت منها تفتح المحل. وجودي بعدها نايمة، بعد ناقص ياسمينة ما تنزل على الترويقة. ستلبنا كمان ياسمينة تركت البيت. لوين قبل هالضو؟ ما بعرف، شفتها ظاهرة هي وروبي. قديش صارت صعبة إنه نجتمع كلنا على طاولة الأكل. خلص وحياتك، رح نعوض لك إياها. أنا من رأيي تدعي لاجتماع عائلي ترجعي تركزي على قوانين الترويقة والعشاء. جواد بلا مزح. طيب إيوان، ليه ما حكيت مع زوجتك مشان الشغل؟ رجعت حكيتها بابا، بس هي هيك حابة. خلص خليها تشتغل، يمكن لوحدها ترجع تغير رأيها. يعني إذا كان فعلاً حابة تشتغل تنزل معك على الشركة، لابد ما تلاقي شيء تساعدكم فيه. لا بابا، شو شغل الشركة متعب، هي بدها تتسلى. تتسلى بالشغل تحت إيدين الناس؟ هلا هي مش عم تشتغل يعني كموظفة، عم تساعد صاحبتها هي. ما بعرف، كلامك مش كتير قنعني يعني، هذا اسمه مسخرة. بدي اعزبك روبي، فيك توقفي لي على شي فارماسي؟ ليه بك شي؟ لا بس الفيتامين تبعي صار خالص، ف قلت بجيب واحد. يلا هون لقدام شوي في فارماسي، هلا بوقفك عليها. هاي وحدة. بس ياسمينة بشرفك ما تطولي، انا مستعجل شوي. ما تعطلي هم، يلا دقيقتين. ياسمينة شو بك عم ترد علي؟ انه عشوي كنت فكرت غيرتي رايك وبطل بدك يعني. مين معي؟ انه ياسمينة منك محافظه اسمي على تليفونك؟ انه عشوي كنت رح فكر رح تبطل تحكي معي بس تاخذي الولد. سوري، بس مين عم يحكي؟ لك شو قصتك؟ انا امل. امل عن جد هلا ما عرفتيني؟ انا مش ياسمينة. ياسمينة منا حده. الو الو،
وهي مش الحال، فينا نمشي. شو عم يعطي تليفون بايدك روبي؟ تلفنت لك وحده اسمها امل، هيدي يلي كانت معك بالبوتيك امبارح. شو؟ انت كيف بتردي على تليفوني؟ مين بتكون امل ياسمينة؟ وحده من الجمعيه، بس بعد ما جاوبتيني، انت باي حق بتردي على تليفوني؟ والله دقت اكثر من مره، قلت انا بركي في شيء. خلينا نمشي روبي. ياسمينة انا وياك لازم نحكي. لازم نحكي وهلا. يا عمي ليه ما فتحت بالكارت تبعك؟ نعم، مين حضرتك؟ حضرتك عاصم الابيض، جوزة لياسمينة الابيض، بتعرفيها؟ انا لا ما بعرف حدا بهذا الاسم. بس سكر الباب وفوتي، بدي احكيك كلمتين على السريع، ما عندي وقت ضايع. بس سكر الباب وفوتي. بعدني ناطرة تجاوبيني ياسمينة. شو بدي جاوبك ماما؟ قلت لك المرأة عم تطلب مساعدة. قلتي لي مساعدة؟ إيه وشو معناتها بس تقلك ما بدك الصبي؟ روبي، هيدي مرة معطرة بتقول شو ما كان، هي هيك بتمزح. على كل حال بسألها بس شوفها. وليه ما بتلفني لها هلا وبتسأليها؟ إنه لأنه بكفي ياسمينة. يا ريتك بتحكي الأشياء بكل وضوح وبلا ما تتزاكي علي، لأنه أنا تقريباً فهمت شو عم بيصير. شو بك يا روبي؟ ليه عم تهجميني؟ شو فيها إذا عم ساعد الناس؟ أكيد ما فيها شيء إذا عم تساعد الناس، بس بصراحة بين اللي سمعته امبارح واللي سمعته اليوم مش متبين لي أبداً إنه هيدي قصة مساعدة. شو تبين لك لكان؟ بدك تبني ولد ياسمينة؟ لا، بدي أشتريه. شو؟ بدك تشتريه؟ أنت عارفة حالك شو عم تقولي؟ إيه، سامع حالي كتير منيح شو عم بقول. بدي ولد روبي، بدي ولد. انت جوزك حدك وبحبك، فيك تحبلي ساعة اللي انت بدك، بس انا لا. ياسمينة انت فكرك هيدا هي الطريقة لتحصلي فيها على ولد؟ لا، هيدا أسوأ طريقة، بس ما عندي أمل. يا ياسمينة انت بعدك صغيرة، ما فيك تحكي كأنه ما بقى عندك فرصة لتحبلي فيها. بعرف روبي، بعرف، بس انا ما بقى فيي انطر. ليه؟ خايفة إنه أنا أجيب حفيد لعمو جواد قبلك؟ ياسمينة أنت ليه هيك بتفكري؟ ما فهمت إنه شو فيها إذا أنا جبت ولد قبلك؟ ليه أخذ الموضوع كأنه شي منافسة أو شي سبق؟ بعد ما شفت ليش روبي؟ بعد ما شفت إنه حياتي مختلفة كتير عن حياتك؟ بلا، شايفة من زمان، وجربت كذا مرة أتقرب منك وساعدك، بس أنت ما قبلتي. ما في شي بيساعدني روبي، ما حدا بيقدر يساعدني، أنا بدي ولد. أنا حياتي فاضية، أنا ما عندي حدا، ما عندي شيء، بدي ولد، بدي صير أم. ياسمينة أنت مش عارفة حالك شو عم تعملي، شو رح تقولي للعيلة بس شوفوكي حاملة ولد وأنت ما كنت حبلة، إنه فكرك هيك رح ينبسطوا منك؟ مش مهم هن ينبسطوا روبي، مهم أنا أنبسط، اشتقت تكون مبسوطة. بترجاكي روبي، فهميني. حتى لو جربت أفهمك، يلي عم تعمليه منه قانوني، مش بس هيك، يلي عم تعمليه إجرام. إجرام؟ هلا أنت هيك شايفتيها؟ وين الإجرام روبي؟ إنه أخذ ولد من أم ما بدها إياه، إنه خلصوا من الجحيم اللي رح يعيش فيه، إنه أخده حبه وأمن له حياة حلوة، بيكون إجرام؟ وين الإجرام روبي؟ يا ياسمينة عم تشتري ولد، عم تشتري ولد، برأيك هول كلمتين لحالهم منهم جريمة؟ لا، لا مش جريمة روبي، الجريمة إنه يجي ولد يتبهدل، الجريمة إنه يجي ولد ينكب بالشارع، ما يلاقي لقمة أكل لما يجوع، هيدي الجريمة روبي. طيب وعاصي معه خبر؟ لا روبي ما بيعرف وممنوع يعرف. كيف هيك؟ رح خبره، أكيد رح خبره، المرة بعدها بالسابع، معي شهرين تخبره. ياسمينة روبي خلص بقى، شو ما قلتي وشو ما عملتي ما رح غير رأيي، أنا هيدا اللي بدي إياه. بس عاصي مستحيل يقبل. ما تعتلي هم، أنا رح أجبره يقبل. تجبريه؟ كيف بدك تجبريه؟ ما تعتلي هم، هيدا شغلة، المهم ما تجيبي سيرة أنت لحدا، المهم الموضوع يضل بيني وبينك روبي.
أنا خايفة عليك. ما تخافي روبي، قلت لك عندي خطة، بس مهم أنت ما تنزعي لي إياها. اوعى يا عرفة عاصي، اوعى. خلص وعد، ما رح أقول شيء. طيب فينا نمشي؟ لأنه أمل بتكون ناطرتنا. إي يلا، وش رح تقولي لها إذا سألتك مين رد عليها؟ خلص رح خبرها إنه هيدا أنت، ورح أقول لها إنه خبرتك كل شيء. وهيدا كل شيء صار. في شيء تاني لازم أعرفه؟ أبدا يا خواجة، وحية ابني هيدا كل شيء. مفروض صدق إذا حلفتي فيه؟ سألين عنه كتير على أساس. ما تظلمني يا خواجة، الدنيا قهارة. طيب مش مشكلة، أنا مستعد تخليها تضحك ليك. عن جد؟ كيف؟ بس في شروط أكيد. عم بسمع. كتير منيح. الشرط الأول، ياسمينة ممنوع تعرف نهائيا بزيارتي، ولا هلأ ولا بعدين. والشرط الثاني؟ الشرط الثاني ما تقعد توجه صوبنا نهائيا لو شو ما صار معك. وأنا شو رح استفيد؟ كيف بدك تخلي الدنيا تضحك لي؟ رح أقول لك كيف رح تستفيدي. أنا رح أمنك تطلع على حلب ولا أي منطقة تانية تكون آمنة بسوريا، تبقى هونيك بتعيش أنت وابني. أنا وابني؟ ما بدك الولد؟ أكيد لا. بس الست ياسمينة. الست ياسمينة مرة مجنونة، ما بتعرف شو عم تعمل. شكري ربك أنا عرفت بالوقت المناسب، وإلا كان صار غير حديث. فهمان عليك، بس أنا كيف بدي أروح على حلب وماني متجوزة ومعي ولد؟ شو بدهم يقولوا عن الناس؟ لا أنت مين بيعرفك هونيك؟ مين معه خبرك إذا متجوزة أو مش متجوزة؟ على كل حال بتقولي لهم إنه جوزك متوفي وهربتي لأنه أهله بده يقشطوك الولد. وموضوع التسجيل تركيه علي، حتوصل لهونيك ابنك مسجل. ورقة الزواج؟ رح تروحي معك كامل ورائك، ما بقى تسألي أسئلة كتير. وشو بيضمن لي إنك ما عم تضحك علي؟ يا بتصدقيني وبتعملي اللي عم بقلك إياه، يا أما ساعتها أنا بتصرف، بس أكيد ما بنصحك. مصدقتك، مصدقتك. كتير منيح. قديش كنت رح تطلعي علينا من هالتجرة كلها؟ قصدك مصاري؟ كان طلع لي مبلغ مرتب كتير، 3000 دولار من المرة اللي عرفتني على ياسمينة، و5000 من ياسمينة شخصيا. يعني كلهم على بعضهم 8. ايه 8000 دولار. رح اعطيك 80000 كاش، بس بتلتزمي بشروطي من هلا لابد الابدين. 80000؟ 80000 شو؟ 80000 دولار. عنده حدا؟ استاذ عاصي بعد ما وصل على الشركة. بعد ما وصل؟ لا. مع انه مش قبل من البيت. طيب عنده شي موعد برا؟ لا مش على حدا علمه، كل مواعيده اليوم بالشركة، إلا إذا أخذ شي موعد امبارح بالليل وأنا ما معي خبره. طيب ميرسي زينب. عاصي وينك؟ واصل ايوان، واصل. طيب انا اترك، يلا. ايه كاتي كيفك؟ حبيبي بدها تحضري لي 80000 كاش، بدي امرق اخذهم. لا بدي اياهم كاش مش هيك بقير. اوكي يلا انا على الطريق جاي صوبي.
ميرسي روبي. ياسمينة ما تنسى تفكري بيلي حكيناه. فكرت كتير منيح من قبل، بس هلا خلص اخذت قراري وعلى اساس رح امشي. يعني حاسه رح يصير في اعصار بالبيت بس يعرفوا. يمكن يصير في اعصار مع عمي ومرت عمي، بس مع عاصي بوعدكم انه ما حتسمعوا صوته. ما بعرف بس فكري منيح. روبي ما تنسي شو وعدتيني. اوكي. طيب اخرتك انا اليوم، ميرسي على التوصيله، شوفك. باي. باي. البوتيك. أمان شو بكي ما عم تسمعيني؟ دقيت أكثر من مرة. كيفك اليوم؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله منيحة مبدئيا. كنت حضرتك سببتي لي مشكلة لأول ما لآخر، بس رجع مش الحال. أمل عم تسمعيني؟ إيه ماشي الحال. يعني ما كان كتير ماشي الحال. أنت ليه دقيتي لأكثر من مرة؟ ما عرفتيني جاية أمل؟ بلا. هيدي روبي اللي ردت عليك، شفتك عم تدقي أكثر من مرة فكرت في شي خطر. عرفتي من روبي؟ لا، من روبي. روبي سلفتي اللي شفناها امبارح بالبوتيك. ايه. أمل شو بكي ساردة ومش عبعضك؟ بكي شي؟ لا أبداً ما بني شي، بس هيك شردت شوي. طيب تروقتي؟ ما بعرف نسيت. أمل اوعى تكون عم تكذب علي، إذا بكي شي أو حاسة بشي باخدك على المستشفى. لا وحياتك ما بني شي. انت ليه طولت لتجي؟ قعدت شوي انا وروبي وخبرتها كل شيء وبكل صراحه. ايه وشو قالت؟ اكيد نشرتك وغسلتك. بتعرفي؟ بالعكس وقفت حدي وشجعتني، وكمان قالت لي انه حتدعمني بس خبر جوزي. خي صار في مين يدعمك هلا؟ امل انا جايبت لك فيتامين، لازم تاخدي منه كل يوم حبه. اعطيني هلا باخذ. بس دخلك تروقتي قبل؟ ايه تروقت ترويقة ملوكية. ايه ألف صحة. ساندرا حبيبتي وحياة الله سوري، بس لو بتعرفي شو صار معي. ما بدي أعرف روبي، أصلاً أنا الحق علي اتكلت عليكي. أنت مانك بحاجة للشغل ولا فارقة معك الشغل. بس ليه هيك عم تحكي؟ أنت بتعرفي كم زبونة إجت ولقت المحل مسكر؟ واصلا لو عرفت شو رح تفرق معك؟ ما بعدني عم اقول انت مانك بحاجه لا الشغل ولا بتعرفي قيمه المصاري. هلا هيدا اللي طلع معك؟ هيك بتفكري عني بينك وبين حالك؟ مش هيدا اللي طلع معي، هيدا المزبوط. بس يا ريت بتسمع شو صار معي بالاول. ما بدي اسمع روبي، مكسور علي شغل كتير، بدي ارجع راضي زبوناتي وزبط لمواعيد، لانه في حدا منه قد الكلمه اللي بيقولها. كفى اذا خليني اساعدك. فكرك بعد اتكل عليك؟ إذا هيك يعني بطل إله معنى وجودي هون. فإذا خليني أرجع على البيت أحسن لي. استوفلي روبي اعملي شو ما بدك. وينك لهلا؟ من ساعة قلت لي إنك واصل. شو بدك يا ماما؟ مع مين كان عندك اجتماع؟ اجتماع خاص ما له علاقة بالشركة. عاصي؟ يعني بدك تضلك تتعامل معي بهالطريقة؟ من الصبح لعشية أسرار؟ إيوان قلت لك كنت باجتماع خاص. وأنا مش مصدقك. عاصي أنا عم بجرب قد ما فيي معك. البابا حابب إنه نضلنا عم نشتغل سوا، أنا مش حابب زعله عن جديد. عاصي عم بحكي معك. شو يعني؟ انه كيف بدك نقرب المسافة بين بعض؟ أنا مش حابب نقضيها شريعة. إيوان أنت اللي عم تخلق الشريعة. صرت ثلاث مرات قايل لك كنت باجتماع خاص وبعدك مكمل. أنت بصير دايما تحسس حالك وتحسس اللي حواليك إنه في شيء مؤامرة كبيرة عليك. أنت مريض خيي.